وصلنا لآخر فقرة لليوم. في ظل الظروف الحالية ازداد الضغط النفسي على الناس، وربما تسيطر عليهم حالة من اليأس والأحباط، وبالتالي يفقدون القدرة على الانتماء إلى الحياة ومجابهة صعابها. أكيد، ومو بس هيك سمر، وأيضا خلينا نقول أزمات الحياة اللي هلأ نحن عم نعيشها كيف بتأثر على نفسيتنا، وكيف فينا نحن نتجاوزها بطريقة ما عبر نظرتنا الإيجابية وعبر كتير أمور ممكن نحن من خلال ذاتنا انه نعطي طاقه ايضا للي حوالينا. لنحكي اكثر كيف فينا نتعامل وبشكل صحيح معنا بصرنا انه نستضيف الاستاذ المهندس محمد خير اللبابيدي، خبير بالتنميه البشريه والدعم النفسي. يسعد صباحك. يسعد صباحك سالي، يسعد صباحك سمر، يسعد صباح الكادر الجميل والمشاهدين اينما كانوا. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي ما هو مفهوم الضغط النفسي. كثير من العالم عم تقول انا تعبانه نفسيتي، انا مو قادره، انا مالي مبسوطه، انا واصله لمرحله مكتئبه، ما يعني حتى ما بنفسي احكي مع حدا. خلينا نحكي عن هذا المفهوم. طبعا الضغط النفسي هو الحاله اللي بتتولد بداخل الانسان نتيجه المؤثرات الخارجيه، نتيجه اهداف يسعى مثلا لتحقيقها ويشعر بالعجز على تحقيقها او الخوف منها، نتيجه متطلبات حياه هو يمكن شاعر انه هو ما عنده القدره على تلبيتها، وايضا نتيجه افكار ممكن تكون افكار سلبيه تقوده لأمور سلبية بتأثر على الأعصاب والضغوط النفسية، وبالتالي الإنسان بيفقد نتيجة هذا الضغط النفسي التوازن والاتزان الروحي والنفسي، وبالتالي إذا فقد الإنسان الاتزان ما عاد صفى عنده البوصلة الصحيحة للمحاكمة المنطقية لمعالجة الظروف. نحن دائما بالتنمية البشرية يا سمر بنقول كل شيء له حل وكل شيء لخير، يعني أحيانا الصعوبات لخير لأنه لازم تتعلم. أحيانا الإنسان سبحان الله من كتر النعم بيزهد فيها ما عاد يشعر فيها، فبيلاقيها ما عاد يستطعمها، فحرميه منها شوي حتى يرجع السعادة. بالإضافة كتأخيرة فيها خيرة، في العالم بدهم كل شيء شغلتهم فورية. تماما يعني إذا تماماً. ما زبطت خلص بيكتئبوا. لا يعني أنا في إلي صديق مثلا، يعني سبحان الله هو كله مثل حكايتنا شو منحرك إيدينا الحمد لله، فبالعيد وقع قام إيده اليمين انكسرت، فتمشي شهر ونص مجبصنا، فبعد ما فك جبصين اللي لك والله عن جد هي الإيد اليمين تاري نعمة، نتحرك وبناكل وكذا وكذا، اللي والله ما كنت شاعر فيها. لذلك يعني مثل ما بنقول احنا آفة النعم والعطاءات هي الإلف، انه الانسان يألفها. لذلك نحن بنقول للانسان دائما وابدا خلي النظرة للحدث نظرة إيجابية. هلأ ممكن الواحد يقول أنه نحن مثلا كثير إحنا تبع التنمية البشرية ناكل ضرب كثير، يعني أنه والله دول أخي جماعة حكي، والله مو شاطرين إلا بالحكي. لا لا. طيب أنا إذا بدي أقول لك مثلا أصلا الأنبياء إجت بالحكي، لكن تمام. التنفيذ عليك حتى تلاقي النتيجة، يعني ما حدا اجى مثلا بسلاح، جانب الكلمه سلاحنا هو الكلمه، بس انت انا نصيحتي لك انه انت في عنا قانون بالطبيعه خطير كثير، قانون اسمه قانون الجذب، فانت وقت بتفقد الاتزان النفسي حيجيك المهبولين لانه حيكونوا من نوعك، حيجيك الناس السلبيين، يعني بتحكي عن غلاء الزيت بيقولوا لك عن فقد الخبز والسكر وكذا، بتحس الدنيا كلها صارت سودة وما عاد تلاقيهم. انتبهت علي كيف؟ بينما الاستقرار النفسي الداخلي، الهدوء النفسي الداخلي بخليك تعرفي تلاقي حلول. نعم. وبدائل. صحيح، يعني نحن كمان مثل ما بنعرف يمكن عم نعيش حرب اقتصادية بعد الحرب اللي اجت علينا، قلت يا رب هيك نخلص منها على خير. جتنا الحرب الاقتصادية والحصار على سوريا والعقوبات المفروضة عليها، ويمكن بالعموم شفنا عدم ارتياح المواطنين، يمكن كمان بيقولوا مثل ما حكيت حضرتك انفقدت المواد، اجباري بدها تنفقد المواد بهيك حاله، ولكن ممكن نحن نطرح بدائل. قديش مهم انه نحن نعطي لحالنا حلول او نوضع حلول بدل ما نقعد خلينا نقول نبكي او نقول هيك صار وما بقى وتتسكر الدنيا بوجنا. قديش المهم انه نحن نتعامل ونتفاعل مع الازمه. ما رح هلا نحط نحكي كمان سمر قدام انه بطريقه ايجابيه، بس كمان لازم يكون شوي هذا الحل، يعني يتاقلم مع الواقع. تمام، نتاقلم مع الواقع وكلنا سواسيه يعني اكيد. قديش مهم انه نحن نتكيف ونعطي حالنا شوي هيك جرعة من الأمل للي حوالينا حتى ما يكتئبوا أكثر. تمام. هلأ طبعا نحن مثل ما قلت احنا نتعرض لحرب مثلا، هي حرب اقتصادية الآن. أكيد. بعد ما كانت حرب عسكرية. أكيد. والحرب العسكرية أو الحرب الاقتصادية يعني هي بالشكل
بالشق الأساسي هي حرب نفسية، ضغط نفسي. يعني أنت إذا بتشوفي مثلا العقوبات أو فرض العقوبات، ما الاتحاد الأوروبي فارضة من أول وجددها، وأمريكا من 87 إحنا مفروض علينا حصار، والتعامل أصلا مع أمريكا اللي إحنا واقف، يعني حتى مع الدول اللي حول أمريكا اللي إحنا واقف شدد. يعني بالأساس والدول اللي بتتعامل معنا بالأساس هي مفروض عليها عقوبات. يعني لذلك أنت إذا حللتي بتلاقي هي مفروضة، لكن عملوا لها ضغط نفسي. هالضغط النفسي من تسخير القنوات الفضائية، من ضغوط، من تصاريح إعلامية قوية، لاحظت كيف بتلاقي أنت بشكل عام آمنت بهالحالة، وقت آمنت بهالحالة ضغطت على حالك، فصرت أنت تتنبأ بالخسارة، فصرت أنت تروج إلى ونشرت هذا الفكر بالأمور. فبتلاقي مثلا أحيانا فرضا حتى سعر الصرف مثلا قفز، طيب سعر الصرف قفز وخلال يوم مثلا نزل، طيب ليش؟ لأنه بالأساس وهمي، ده هو بالاساس ضغط نفسي. لذلك انت بس غليت هالاسعار اكيد طبعا. ما هو انا وقت مثلا بيجي واحد بيحكي بالسلبيه، والله اخي صار هيك كذا، انت فرضا عم تبيعي مثلا ماده معينه غليتيها، انا كمان عم بيع ماده معينه، نعم. شفتي غليتي بغلي انا، وهكذا، لاحظتي كيف؟ لذلك الانتشار. انا بدي اقول انه حتى ولو العقوبات مفروضه ما بيحسنوا يستغنوا عن موقع سوريا وخيرات سوريا وثروات سوريا أكيد. يعني الدول المجاوره ما حد تطبق العقوبات، لانه بتاخذ بضائعها من برا حتتكلف أضعاف مضاعفة، فمضطرين يتعاملوا مع سوريا ومضطرين أنه ما يستغنوا عنا. لذلك نحن أنا بدي أقول دائما انتبهوا للحالة النفسية. يعني احتلال العراق تم عبر الفضائيات مو عبر القوة العسكرية، يعني الفضائيات اللي تسخرت على الشعب العراقي قبل ما يعني تم الاحتلال، سخروا الاحتلال فصار الاحتلال. الضغط النفسي والعامل النفسي، لذلك نحن دورنا كأعلام وطني أنه نكثف مثلا هالضخ النفسي الإيجابي. نحن ما عم نكذب على الناس أنه والله احنا عايزين بالجنة، لا، بس نحن قادرين نتعامل معها، قادرين انه نحن ان شاء الله نحافظ على الاتزان النفسي. لانه اي ازمة اقتصادية معيشية اذا راجعت التاريخ بتلاقيها مؤقتة، بس بشرط ما تفوتي انت بامراض نفسية بتصير بتقولي يا محل الازمة الاقتصادية. تمام. يعني انا سبحان الله حتى حافظ على توازني كل فترة بروح على المشافي الوطنية، والله هلأ كنت عم بحكي مع الادارة هون انه نحن على المشفى سبحان الله، يعني شفت ناس بحالة ألم بحالة أوجاع، وشفت سمعت واحد عم يقول لك أنا بدي نام ما شاء الله بدي نام، انتبهت علي كيف؟ فأنا وقت سمعت هذا الكلام قلت لك لا، معقول أنا أهكي الهم أنينة زيت؟ معقول حمل همي لأنه أنينة زيت؟ وناس يا حرام مشتية ساعة نوم أكيد. الناس سبحان الله اللي فقد ابنه ويلي حالته حالي ويلي عم يترجى الدكاترة بس أنه يسرعوا بالعملية لنهار واحد. لذلك نحن بصراحة نطلع على النعم. أول شيء بدي أقول الله يرحم أكيد كل الشهداء ويشفي كل المرضى، وأكيد لازم نسلط الضوء على النعم الموجودة عنا نحن مثلا تماما. بالبيت ما نطلع غيرنا شو عندهم، نشوف نحن شو عنا، شو إمكانياتنا، ونحاول نحن ننبسط فيها. خلينا نحكي نحن مثلا بالضغط النفسي مثل ما قلت أنه ما في نوم، في تشاؤم، في مثلا أنه أو يعني هي بتيجي بالعكس، إما ما في نوم أو في عنا ساعات نوم طويلة حتى، أو مثلا بيقل أكله أو بيزيد أكله، في تشاؤم، في طاقة سلبية على كل العائلة. خلينا نحكي كيف ممكن هو يطلع، يعني لازم مثلا من اليوم يقرر أنا بدي أطلع، يعني حاجة وزع الطاقة السلبية على عائلتي، لازم بلش حياتي بالشكل الصح. شو ممكن أنت تنصحه لهالشخص؟ وبدي نصيحة كمان لطلاب البكالوريا والتواسع كمان عايشين هلأ بضغط نفسي، قربت الفحوصات كمان. تمام. هلأ إحنا دائما كل أمة من الأمم في إلى مرجعية، إحنا مرجعية رزقكم في السماء وما توعدون، يعني فوربك انه حق مثل ما انتم تنطقون، يعني حتى ترتاح، حتى انت ما تفكر كثير، حتى ما تزل حالك، ما تهين حالك، ما تقلق، الشيء اللي الله كفلك اياه، بس انت بهذا الشيء المكفول حاول تفكر ببدائل. يعني الانسان مثلا اللي كان عم يشتغل مثلا شغله معينه كان له دخل معين، هلا مع هالغلا بحث عن مصدر دخل اخر، لانه كمان في اعمال ثانيه عم تفتح الان وتشتغل. في ناس يعني بنفس الازمه بنفس الكذا يمكن تتطور اعمالها، ممكن الواحد يعطي اكثر. يعني حتى على صعيد مثلا البكالوريا، انا كثير بعرف طلاب جامعه، من طلابي اللي عندي بالمركز الاستشاري مثلا هن طلاب جامعه ما شاء الله هن متفوقين وعم يدرسوا مثلا دروس خصوصيه للطلاب والله باسعار رمزية، لكن على الأعداد ما شاء الله صاروا يقيموا تكاليفهم، وناس قاعدة عم تندب حظة وتقول لك الغلا وحنموت وواء إلى آخره. يعني عيني مثل ما يقول نحن بالشامي، أواب ما تقول لك إيش ضربة وكسر رجلة، يعني عطيني حل. يعني أنا إذا بدي أقول لك والله الواقع أخي هيك هيك هيك، والله غلا، والله ما عاد تلاقي أكل والشغلة رايحة، شو بيصير فيك أنت؟ عطيني حل، عطيني حلول. هلأ على الصعيد الحكومي شفتوا أنتم مثلا في تغييرات، في محاولات، في تغيير وجوه، في تغيير قرارات، في ناس عم تشتغل إن شاء الله للمصلحة. بس انت شو عم تشتغل؟ انت بس متلقي،
انت بس بس لك حتى مثلا الناس شوفي وقت كل انسان عنده النظره التشاؤميه سالي حتى لو شاف شغله ايجابيه حيفسرها سلبيه يعني حتى مثلا لو طلعت زياده رواتب تمام في ناس بتفرح والله شو بده يكفي بكره بيزيدوا الغلاء يعني حتى هي بحرمك ال- 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 النعمه منها فما عم يشوفها نعمه لك صحته ما عاد شافها نعمه يعني الناس سبحان الله بتهلك صحتها حتى تجني المال بعدين بتصرف المال على صحتها نعم. لاحظتي كيف؟ أما بالنسبة مثلا طلاب البكالوريا أنا بدي أقول دائما البكالوريا ما هي بعبع مثل إحنا ما متخيلين الضغط النفسي هي عبارة عن غذاء العقل يعني أنا بتعامل مع الدراسة بتعامل على أن غذاء لعقلي يعني أنت بتشوف حالك عم تقرأ وتاخد معلومة لو بتعرف شو الخلايا تبعك عم ترجع نظيرة لاحظتي كيف العقل بيتغذى فإذا ما غذيته بالمفيد بيتغذى باللا مفيد فالدراسة مفيدة تاني شيء حط هدف انت لا يكون هدفك العلامة انت يكون هدفك المعلومة في فرق هدفك العلامة فخايف هدفك المعلومة واثق لاحظت كيف فانت وقت بتروح مثلا على الامتحان وانا عرفان انه متمكن من المعلومة بسيطر على الورقة بعرف كيف اتعامل مع الورقة بعرف كيف اتعامل مع السؤال الامر الاخر بدي اطلب من الاهل عدم الضغط النفسي يعني شفت الطالب عم يرتاح لا تقول له بكره ما بتلحق هلا مثلا قالوا لي فرضا انه والله بيان يا استاذ امبارح حكت معي احد الطالبات من طلابي استاذ والله بقى ايام 15 يوم قلت له 15 يوم اللي مو دارس شيء بلحق 15 يوم ضرب يوم 24 ساعه فتره طويله شوف الفرق بين هاي الجمله وبين حدا يقول له والله ما عدت لحقي شو 15 يوم تمام. ما عدت بعدين مثلا مرة. والله يا استاذ شو رايك الاسئله بدهم يصعبوها يعني شو بده يدمروكم هن بدهم يحطموكم ما هي الاسئله حتيجي بالاخير من الكتاب يعني اطلع من هالازمات النفسيه ولا تتاثر بحكي الناس حط هدفك علامتك حط هدفك وبعدين لا تقلق كثير لانه النتيجه محسومه من الله عز وجل أكيد. انت نعم. عليك انك تسعى وتقول يا رب والتوفيق من الله اكيد نعم يعني مثل ما ذكرت كثير أمور نحن فينا نسيطر على حالنا فيها ونتحكم فيها بالطريقة الأمثل دائما وبالشكر تدوم النعم دائما منقول الحمد لله على كل شيء رغم الواقع اللي نحن عم نعيشه وما رح نطلع نحن برا الواقع واقعنا يعني واضح وعم نعيش شوية أزمة مو شوي كثير عشان ما يقولوا ها شوي الى اساس انا عايشه من صار في كلمه محسوبه فقديش كمان مهم انه نعطي لحالنا جرعه ونقول الحمد لله على كل شيء اكيد احنا دائما بنقول عيني العقوبات والحصار مو بس انفرضت علينا انفرضت على دول كثير انفرضت على الصين انفرضت على روسيا انفرضت على ايران وفاجئوا العالم حتى على اليابان وفاجئوا العالم بصناعات يعني ايران مثلا العقوبات المفروضه عليها 10 اضعاف مفروضه على سوريا وفاجئت العالم بقمر صناعي الان يعني للمنطقه كلها الصين كذلك الامر صارت التنين الصيني بعد ما فرضت عليها امريكا عقوبات هائله وكذلك باقي الدول اليابان بعد ما دمرتها امريكا على بكره ابيها خلال 20 سنه صارت قوه اقتصاديه تنافس امريكا فاوعى تفكر انت الحصار دمار ممكن يكون الحصار فرصه لحتى تطالع افكار بديله وانت قادر بلدك غنيه يعني لا حدا يفكر انه سوريا فقيره سوريا غنيه بكل مواردها ودول العالم كلها عم تتصارع عليها لو ما كان عندك شيء ما كان حدا تصارع عليك فالمشكله انه اللي عندك دول الثانيه عم تقدره وانت ما عم تقدره خايف بس عرف كيف تستثمره عرف كيف تتاقلم مع الحاله وانتبه يلي عم يعاني من الغلاء هو عم يساهم فيه تمام. يعني بتلاقي واحد مثلا بيقول لك يا لطيف شوفيرية التكاسي شو عم يغلوا يا لطيف بيكون هو مثلا عامل صحية كمان هو عم يغلي تمام صح عامل صح. صحية بيقول يا لطيف السمان شو عم يغلي بس هو كمان عم يغلي هلا كل العالم عم بتغلي فيلي عم يغلي بده يتعرض للغلاء ويلي صحيح. سبحان الله بيرحم الله يبعث له رحمه اكيد رحمة. اكيد شو الطاقه الحلوه اللي اعطيتنا اياها شو الطاقه الايجابيه اللي نشرتها اكيد بالاستديو لانه ولكل حدا عم يتابعنا بنتشكرك بنتشكر وجودك معنا ونشوفك اكيد بحلقات قادمه شكرا يا سمر شكرا يا سالي ونعم الله انه اجتمعنا فيكم بالصباح الحلو اكيد بدنا نشكر وجودك معنا والمعلومات اللي هيك اعطينا فيها جرعه شوي لمشاهدينا اهلا وسهلا فيك